بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجميع المتابعين الأوفياء، تحياتي لكم أينما كنتم. بسم الله ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. إذا إخواني الكرام، هذا الذكر عنده 6 شهور وزاد عندي في السلاكة، وقمت بالتربية ديالو على يدي. إذا إخواني الكرام، الحمد لله نجحت مع طائر الحسون والحمد لله. الذكر الحمد لله كما تشاهدون يغرد، ولا قريب منه، قريب لا يخاف، كذلك يأتي إلى فوق يدي، الحمد لله وشكر لله. فغادي نخلي لكم الفيديو تفرجوا لها، نتمنى تعجبكم، وما تنساوش تدعموا القناة تشجيعنا لنستمر بالمزيد إن شاء الله، والسلام عليكم.